عليه الصلاة والسلام. وإذا بطلت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام غير من باب أولى. في الباب الثاني بين بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، وإذا كانوا يخافون هذا دليل على بطلان عبادتهم من دون الله. في الباب الثالث بين بطلان الشفاعة، وأن الشفاعة حق لمن؟ حق لله. في الباب الرابع بين بطلان الهداية، أي هداية؟ هداية التوفيق، الدخول في الإسلام، هذا لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه بطلان عبادة ما سوى الله. فلو سألك سائل وقال ما الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله، تقرأ عليه الأبواب الأربع، مفهوم؟ نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا، الخالق والمستحق للعباد، فهذه الأصنام مخلوقة فهي مفتقرة إلى غير ارتجاع ودوام. ثم أنها مخلوقة، لا تخلق ومخلوق، لا تخلق الخالق والمستحق للعباد، مخلوقة مفتقرة إلى غيرها، ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا أن ينصروا غيرهم من أربعة أوجه في هذا العالم. والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا افترضنا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، استفاد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يلحق ما يلحق البشر، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذن أذيه فضل أن يدفع عن غيره، وهذا فيه بطلان عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما خرج إلى أحد. وفيه أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، ففيه منع التبرك بأحد، نعم التمسح به أي. وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذ أحب عبدا ابتلاه، فإذا رأينا إنسان مبتلى ماذا نقول لهذا؟ نقول أنت مسكين. يدخل بعض الناس على مريض في المستشفى، وهذا يعني المريض في المستشفى ماتت الزوجة والأولاد في الحادث وهو تكسر الآن في المستشفى، فيدخل عليه هذا في المستشفى يقول والله أنت مسكين وما تستاهل، والله قطعت قلبي وما بليت حيلة، والله أنا أعرف أنه هذا المستشفى أسوأ مستشفى على وجه الأرض. وحتى أن يعني كان رجل في هذا السرير ومات، والمقبرة قريبة جدا خلف المستشفى دائما، فهذا كأنه يدفع هذا إلى ماذا؟ كأنه يقول تسخر. لكن يدخل طالب علم درس التوحيد وحفظ كتاب التوحيد يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام، يقول لا بأس طهور إن شاء الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فعلم أن من عند الله فيرضى ويسرد عليه الأحاديث. تظن هذا يخرج، هذا لا يشعر بالألم، صدق، لأنه ذكره بالله وكذا. هو لا يلزم أن يتلو عليه الباب حتى لا تقول أنه هذا بدع وكذا، لكن يتلو عليه الأحاديث التي فيها فضل الصبر ويعني احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم شجر، وهذا في أن أشد الناس ابتلاء أنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد فهذا دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير. نعم، مر معنا علي رضي الله عنه، رجل يحب الله رسوله، يحب الله رسوله وبه رمد، صح؟ نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالباب الأول، بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة ما تقوم سوى الله، بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام عندما صعد وقال: يا معشر، حين أنزل قال
قام. هذا فيه جد النبي عليه الصلاة والسلام، كان جاد في هذا الأمر وفعل أشياء نسب بسببها إلى الجنون. وكذلك لو يفعل مسلم اليوم، لو يقوم هذا الأخ على الطريق يقول اشتروا أنفسكم، الله أعلم ماذا يكون، لا أغني عنكم من الله شيئا. طيب، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا لكل الخلق. ثم ذكر أقرب الناس إليه وقال في حق فاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئت، هذا الذي أقدر عليه النفقة، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا آمن المرء أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، وأن القرب من النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عن القريب شيئا، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة التوحيد وترك الدين. فالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني، الذي يغني هو الإيمان بالله. وهذا فيه منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم أي مقام النبوة، هل ينفع أحد؟ لا ينفع أحد، ولو كان ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها. الذي ينفع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ أي نعم. إذا لا يصح أن تقول بجاه نبيك، ما يصح. طيب، الباب الثاني، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. انتبه، هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب ما يكون إلى الله عند خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. وإذا كانوا يخافون هذا دليل على بطلان عبادتهم من دون الله، مفهوم؟ واضح هذا، لأن هناك من يتعلق بالملائكة. بل هذه الآية قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها الآية التي تقطع، وكذلك ابن القيم، عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، يعني كل ما يتعلق بالكفار في عليهم ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي قبلها. ثم بعد هذا ذكر الشفاعة، وتقدم معنا أن الشفاعة حق لله، ولا تطلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا وقعنا في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد هذا بيّن بطلان الهداية. الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد، تبين وتعلم الناس وتدلهم على الطريق، هذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مر معنا الآن، أريد أن أعظ الناس بغير ما جاء في الكتاب والسنة، أذكر لهم بعض القصص أن فلان اتقى بفلان وكذا، نقول لا، من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا أعظ له. ذكر القصص تقدم معنا أنه ذكر القصص عند أهل السنة يأتي عارض ويأتي للاستشهاد لا للاستئناس، ولا بد أن يكون لها أصل صح يعتمد عليه، يعني دليل. ثم أن أهل السنة والجماعة يعني في هذا الباب هم وسط، لا إفراط ولا تفريط. الهداية هداية الدلالة والإرشاد، هذه الهداية أملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية التي لا أملكها النبي عليه الصلاة والسلام، إنك لتهدي من أحببت، هداية توفيق الدخول في الدين. ولذلك تقول اللهم اهدني وسددني. عندي سؤال، أي هداية تريد؟ هداية الدلالة والإرشاد أو هداية التوفيق؟ نعم، الله يفتح عليك. ما يمكن أن تطلب هداية دون الأخرى، تدعو الله أن يدلك على الطريق، وتدعو الله أن يوفقك لسلوك هذا الطريق، نعم، والعمل به. ما يمكن أن يتصور إنسان يريد هداية دون الأخرى. نعم، اللهم اهدني وسددني، فتح الله عليك. إذن هداية هدايتها. وأراد المؤلف رحمه الله بهذا أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على إسلام عمه لكن ما استطاع، وهذا على ما يذكره ابن القيم فيه تسلية لبعض الناس،
بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية كل والده كافر فيحرص ويدعو ويصنع ولا يوفق لهذا ويموت الأب جبي. فماذا يصنع؟ يعلم أنه عبد وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر. نعم، وأنت أحيانا يعني تحب الإنسان الخير وكذا والنفع في الإسلام لكن ما توفق، هذا فيه دليل على وجود الله. قال بما عرفت الله، سؤال أعرابي، بما عرفت الله؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. تهم على شيء أحيانا أن تتزوج فلانة وتسعى ثم في لحظة تقول ما أريد يا رجل، قال انتهينا. نعم، بما عرفت الله، هذا دليل أنه لك إرادة لك لكن تحت إرادة الله ومشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب، ماذا أخذنا في هذا القسم؟ سهل جدا هذا القسم، أنه معروف أصلا لا أحد على وجه الأرض حتى من أنكر وجود الله وحتى النمرود وحتى فرعون هو يعرف أنه مخلوق، كل واحد منه يعرف أنه مخلوق، والمخلوق ما يمكن أن يعبد. النمرود الآن عندما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لماذا لم يقل النمرود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا الذي أخرجت الشمس من هنا؟ لماذا لم يقل له هذا الكلام؟ الآن المناظرة كانت أول قال نحن مت تركه وجاء له بحجة أقوى من الأولى، الأولى حجة قوية، لكن حتى يعني لا يطول النقاش، وهذه وسيلة في النقاش، أسلوب من أساليب النقاش، يتركه وجاء له بحجة أقوى من الحجة الأولى. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لماذا لم يقل النمرود أنا الذي أخرجت من هنا؟ لماذا لم يقل له هذا؟ أعرف بهت، لماذا بهت؟ لأنه يعرف النمرود لو قال هذا، قال أنا الذي أخرجت من هنا، أجمعت الأمة على كذبه وقالوا كذاب قبل أن تخلق والشمس تخرج من هنا. صحيح، هذا دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فهذه المخلوقات يعني قلنا نحن لو قمنا والله بالدعوة إلى الله حق القيام أصلا لا يمكن يعرض الإسلام على عاقل ويرده. من خلفك أوقف، يمكن أوقف يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن أن ينام في الدرس؟ غير ممكن. نعم أجلس. طيب ماذا أخذنا؟ نعم، أخذنا ولله الحمد القسم، القسم بطلان وعبادة ما سوى الله. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم بطلان عبادة الأصنام وبطلان عبادة ما سوى الله وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان عبادة الملائكة وبطلان الشفاعة، أن الشفاعة حق لله، هذا فيما لا قدر عليه إلا الله، وكذلك الهداية. أي هداية؟ هداية التوفيق دخول الإسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فتح الله عليك. نعم، غير ماذا أخذنا؟ نعم، أننا لا نفصل في المنكرات أننا إذا أردنا أن نعظ الناس من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له، وهذا الذي يذكر عن بعض القصاص على ما ذكر شيخ الإسلام هذا مخالف للشريعة، وأنه قد تثور الشهوة ولا يجد هذا شيء في أطباء الشهوة ولا هذا. حتى الآن يعني مثلا لو جاءك إنسان قال تعرف هؤلاء الخبثاء كيف يصنعون الخمر؟ هذا يقول كيف؟ قال اسمع، سهل جدا، تأتي بكذا وتضع عليه كذا
كذا خمسة أيام أصبح خمر بلدي. هل يمكن أن تصنع؟ قال تدري كيف الساحر يحضر الجن ويصنع؟ قال كيف؟ قال أنا أعلم. النفس أحيانا تتشوق لهذا، هذا ما يجوز. يقول تدري ماذا يحدث عندنا؟ قل اسكت ولا تتكلم لكلمة. أي نعم، لأني أنا ما تحمل هذا الكلام، صحيح ولا؟ أي نعم. وقد تكون بهذا تدل على المنكر، وهذا ترى عندنا كثير إلا من رحم الله. نتكلم البعض وكذا، فلان اتصل على فلان قال أريد أن أتي عندكم، قال لا لا تأتي هذا الوقت، أعوذ بالله. الله، عندنا رجل من الشرطة، يعني سبحان الله سمع كلام ألقي على القبض من زملائه بسبب السماع لهذا الكلام. إيه نعم، ما تدري، الإنسان ما يأمن على نفسه يا أخي إخواننا، فلا بد أن تبتعد عن فتن. أنت تدعو الله جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب، أي نعم، نعم أخي. أن في أن لم أن 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 لما لما شج النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه لا فائدة في التمسح بأحد، أن أحد لا يغني عن أحد شيئا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا يدفع عن غيره، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه لا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب ما خرج لأحد. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأن إذا رأينا مبتلى، هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، بل من علامة إرادة الله بعبد الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا. وغير هذا، وغير هذا. نعم. نعم. ذكروا أن الملائكة يفزعون ويخافون عند كلام الله. إذا كان هذا الباب في بطلان عبادة الملائكة، فهم عليهم السلام عند كلام الله يخافون ويخرون الله سجدا، وهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. نعم نعم. أن الهداية تسأل لله وحده، أن الهداية أي هداية التوفيق هذا لا يملكها إلا من إلى الله، ولو كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام لأدخل عامه في الإسلام. وقلنا هذا فيه تسلية لبعض الناس، أنه يقول عندي يعني أقرباء لي سعيت وحاولت واجتهدت وكذا ولم يحصل شيء، أدى ما طلب منه. أما بعض الناس مفرط لا يعلم هؤلاء ولا كذا، ترى انتبه، هذا الآن إذا أنت لم تأتيه وتدعوه إلى الإسلام يدعوك إلى الكفر. هو لا يدعوك إلى الكفر مباشرة، لكن شيء فشيء، صح؟ إذا لو هدي أنا نعم، فتح الله عنك. نعم. أن الفزع التي قبلها قطعت جذور الشرك. أن نعم. قل ادعوا الذين زعمتم ما حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال عنها ابن القيم أنها تقطع، الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. هل أحد شارك الله في خلقي؟ لا. أعان الله في خلقي؟ لا. هل يأذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأصنام في أن تشفع؟ لا. صحيح؟ هل لهذه الأصنام ملك مع الله؟ لا. إذن بطلت عبادته، وهذا ما يتعلق بالكفار في آلهتهم، ملك وشرك وعمل، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبينا لا تنفع. نعم. غير هذا. نعم. ذكرتم كيف
الإنسان يستفيد من كتاب التوحيد في زيارته مثلا؟ أي نعم، في أمور كثيرة والله. يعني عندما الآن تسمع لكلام بعض العلماء تظن أنه كأنه يقرأ من كتاب التوحيد، وتعرف ثمرة هذا الكتاب. الكتاب هذا يعني وضع الله له القبول وجمع أمور شتى. صحيح يعني لا بد أن يكون فيه شيء، لكن ما يمكن لأحد من أهل السنة يأتي ويتكلم على كتاب التوحيد ويقول فيه كذا وكذا، صح؟ لكن مع الشرط ممكن يقول راجح ومرجوح ولا إشكال، هذه طريقة أهل السنة. فتح الله عليك. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد العصر، بعد العصر إن شاء الله تعالى على ما أعتقد. لكن أنتم الآن تجتمعوا بالمذكرات، تكتبوا الأجوبة على هذا القسم ونحلها إن شاء الله تعالى، ثم نأخذ الدرس الجديد بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. عندي مهم جدا أن تكتبوا يعني كيف يتقل المسلم الفتن، وبخاصة فتنة النساء. كيف يتقل المسلم يعني فتنة الأعياد؟ إحنا قلنا أنه نبقى في هذا المكان يعني في وقت الأعياد ونقول يا رب سلم سلم، صحيح. فبهذه الطريقة يعني يسعى الإنسان. أنت تعلم أنه مثلا لو بقيت في مكانك أو في الحي وكذا قد يحصل شيء، فماذا تصنع؟ يعني تسافر إلى منطقة فيها طلاب علم وكذا في وقت الفتن. اعتزال الفتن ولا بد، اي نعم، فتعتزل الفتن قدر المستطاع. هو الأصل أن تعتزل كل الأمكان هذه، لكن أحيانا يقول البعض أنا ما أستطيع وكذا. ما لا يدرك كله لا يترك جله، وتدعو الله. أخوانا الإشكال يعني البعض يعني ما يفتقر إلى الله ولا يدعو الله سبحانه وتعالى، فادعو وادعو الله، تجئ إلى الله كذا، تذكر يعني أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الأمور هذه إن لم ييسرها الله وما تتيسر. طيب، ويعني إن شاء الله تعالى يكون لنا درس في هذا الإعجاب وكذا والمسائل وكيفية التعامل، لأن الآن يعني هذا الباب خطير، وإما إفراط وإما تفريط، وسط لا تجد إلا نادر. والله المستعان، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.